السيف مخشي بزاف، مشي شويه فهمتي. اول خطره وقع لي فيها السيف البلية فهمتي، في ثميشو في المخدرات، كنت كان ثميشو مثلا فهمتي الفهنيد ثميشو كانت قرقب، كبروا لي هاد البلانات بزاف. واحد اللحظه جاتني واحد شويه، جاتني بحال اللحظه ديال فهمتي، بحال الذنب، بحال شي حوايج فهمتي كيبانوا ليا، بحال ما كنبغي نمشي نتشمكر، شندي اللعيبات معايا وكنتي حاط معايا، كنمشي لشي زنقة فهمتي، شي زنقة ما كيشوفني فيها شي واحد، شندير داك الشي. ولكن بعض الخطرات تيبان لي بحال شي حاجة فهمتي، أنا ما بقيتش عارف راسي، وليت أنا بحال في شي واحد آخر فهمتي، ولا أنا ما بقيتش كنوصف راسي بأنني راه سميتي فلان بفلان فهمتي. المهم واحد الخطرة آخر مرة غنديرها فاش غادي نمشي نسميشو، غادي نمشي نتشمكر بحال هكاك، كنت معايا كنت شمكر بحال المكو، ويبان ليا فهمتي شاتني بحال الضغطة ديال سميتو ديال الموت، جا كيتقلو عليا سميتو اللي من اليسر اليسر، جاتني بحال الضغطة ديال الموت، قلبي تيتزاح ليا بزاف، تنترعد بزاف، وليت خايف بزاف. المهم شديت هاديك الميكا بحال مكايا ونقطعها، قطعتها كتبان ليا العافية، شعلت فيها العافية، أقسم بالله وتيدور بيا داكشي بحال ما كتيدور بيا بحال ما كيخليش ورايا، وتيبان ليا داكشي تيدور، يقدر يتوقع شي واحد، المهم أنا بوحدي فهمتي، كنشوف في داكشي بوحدي أنا، تيبان ليا داكشي كيدور بحال ما كيبيني أنا، ملي لحقت الميكا ومشيت فحال هادشي فين مشيت؟ مشيت للجامع، توضيت صليت، مشيت بديت كنصلي، ملي وليت كنصلي، مبقاش كيبان ليا داكشي. عمرني شي حسيت بشي حاجه جاتني غتجيني جنون ولا شي حاجه، داكشي سبحان الله العظيم نزل عليا الهي فهمتي، القدره الالهيه اللي وقفت لي داكشي. المهم اخر مره بحال ما قلت لك غنمشي سميتو فاش حياتها، عاوتاني مشيت بقيت كنصلي، ما كيبان لي شي بلان، وليت كنشوف شي حوايج بزاف كنت كنديرهم، مثلا كنكذب وكنقول شي حوايج اللي خاصهم شي يتقالوا، جيب لي الله منهم هذاك الشيء فهمتي، هذاك هو السبب اللي خلاني كيفاش الشيطان يشدني فهمتي، بحال مثلا الجنون يشدوك، وليت كنمشي عند الانسان اللي ما كيعرفنيش مثلا كنعرفوش، كيقول لي انت راه ماشي فلان، ما بقيتيش كيما فلان، والهضره ديالي ماشي هي الهضره ديالي، لوغو ماشي ديالي فهمتي، ولا كنهضر ولكن الهضره ماشي ديالي انا، مثلا كنهضر مع بنادم ولكن الذاكره مفقوده فهمتي، ولا كيجيب بنادم كيشوفني طبيعي، ولكن في لحظه في اي لحظه نقدر ندير اي حاجه. السبب شنو هو؟ السبب هو داكشي اللي كان شاد، وبالفضل ديال الله سبحانه وتعالى مشيت لها حبس الاول، ما يعني ما كنتش كنتعنب داكشي فهمتي، كنت كندير داكشي ولكن في الداخل ديالي في القلب، يعني ما عالم بيت شي واحد الا الله سبحانه وتعالى. ولكن اختي انا حاجه واحده اللي كنت كنبغيها مثلا هو التعدد، وما كنتش عداش على بنادم، كنت كنتعدى على شي واحد مثلا كندير داكشي ولكن كنت كنديرو بالستره فهمتي، بالستور بيني وبين اللي خلقني فهمتي. ولكن جاني من بعد داك الشيء جاني بحال الندم، ندمت بزاف، علاش بنادم ما كدير لي، انت ما كدير والو، ما كدير شي حاجه، وتقتل في نفسي بنفسي، بحال الله حبني فهمتي، ولكن انا كنت كنحب، واخا كنت كندير داك الشيء كنت كندعي الله، مثلا كنت كندير داك الشيء، ولكن انسان توصل عليا تيلقاني، بحال مثلا يقول لي شي درهم اخويا كنتعامل، وانا نفسي كندير داك الشيء، خاصني ندير داك الشيء، كنتعامل مع واحد اخر ما ليش علاقه بهادشي، ولكن الحمد لله ملي خرجت سالمه بحال ما هكاك كنحمد ربي ونشكره. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.